احنا انا عايز ارجع للدكتور في شقين والله بجد، هل فعلا ممكن نسحب ولادنا من العالم الافتراضي لعالم صناعة انه يعمل حاجة بنفسه؟ لكن كمان برضو بما اننا عرضنا الفيديو ده برضو محتاجين نعرف المصطلحات اللي بيستخدموها، لان طول الوقت في المهنة دي ليها مصطلحات خاصة بيه. ايه اهم المصطلحات يا دكتور؟ لا مصطلحاتنا كتير جدا، وفي عندنا السيم وعندنا حاجات كتير. يعني في سيم. السيم طبعا لما في تمام. كلام اصلا خاص بالصناعيه مع بعض والتجار مع بعض. تمام. يمكن ده انا بقول بعض اجزاء للطلبه بتوعي، بس احنا المصطلحات الاساسيه زي التسجه، التسجه دي المكان اللي احنا بنشتغل عليه. القصاج دي اداه من الادوات اللي انا بشكل بيها. تمام. البوري او البشبوري اللي هي جهاز النار اللي بشتغل بيه. الشيفت او الجيفت دوت زي مقاط كده بجهز بيه الشغل بتاعي. تمام. المسميات بقى لما بشتغلها مع الولاد بدلهم المسميات باكتر من جزء. يعني مثلا اقول لهم مثلا ان المسمى مثلا بالعربي وبالانجليزي وبالسوقي، بالسوق هالشيء علشان ما تنفعش البنت تيجي تدخل تقول له ايه اديني كذا. مثلا بلاير دوت، لا ده على هو انت بتعمل سيرش على النت، انما دلوقتي تقول دي القصاج. تمام، اوكي، على ال... في ال... في ال... في عشان الكتابه يبقى ما دي زردايه. تخليش الصنايعي يتضايق منها. لا ما انا برضه بطلع بنت قادره على التعامل التفاعل. باللغه تمام. مع الصنايعي. ما النهارده ايوه. لما تيجي بنت تنزل للصنايعي تقول له ايه، لا اللوزه ديت متحركه شويه، اوكي اديني هنا باركتين وظبطها لي. لو البنت مش فاهمه الكلام دوت هو نفسه يبقى عارف ان دي صنايعي، فبالتالي السعر اللي هيتقدم لها في أعلى. الخدمه، ما انا النهارده شايف بنت ما تعرفش حاجه فهدي لها السعر اعلى. تمام. انما بنت فاهمه ان البريكه ديت انا بعمل اللحام بتاعي تكلفتها عليا مثلا سي 5 جنيه، فلما اخد 10 جنيه ده افيلبل بس مش 100 جنيه. حلو. فيبقى في فرق ما بين ده وما بين دوت. فالمصطلحات ديت انا دايما بقول لهم بقى معاكم اجنده ونبدا نكتبها، وفي بعض الحاجات كمان بخليها يسجلوها فويس لان هي ملهاش تشكيل، يعني لازم تتشكل بتتشك كتابتها صعب. كتابتها صعب. يعني مثلا ايه لازم اقول للبنت حاجه معينه بالاضافه الى، وهي يعني من ضمن الاجزاء الجولات اللي بنعملها بننزل نشتري الحاجه مع بعض. خلي بالك الراجل ده بيبيع كذا وكذا وكذا، ده احسن واحد بيبيع سلك. يعني انا مثلا في احد الاماكن يعني بتفتح لهم كمان الأماكن اللي يقدروا يشتروا منها في ناس بقى بتبقى الخدمات. محترمه قوي في من البياعين. طب احنا وقتنا خلص. لو أنا ست عادية وعايزة أتعلم الحلي، هل في الكلية بتقدم دلوقتي كورسات أو مثلا الموقع بتاع حضرتك أو انا في عندي قناتي على اليوتيوب دي فيها حاجه ايه يا كرم تمام مصعب بالعربي. اوكي تمام تنورني طبعا. وفي ورش بنعملها، يعني في احنا هنعمل ورشه في كليه فنون تطبيقيه يوم الاربعاء جميل اللي جاي ان شاء الله، دي مجانيه لكل لكل محبي الفنون. الفنون. دي حلو هديه، دي جدا، هديه مني لاولاد مصر. حلو تمام. قوي. تتابعني طبعا، انا موجود على الفيسبوك نفس، انا كل السوشيال كرم مصعب فقط. دكتور كرم مسعد، أستاذ تصميم المجوهرات والحاصل على أوسكار التصميمات العالمي، شكرا لحضرتك شرفت بيكي نورتني جدا النهارده جدا. بجد. أنا سعيدة الله بالحوار يخليكي، ده شكرا وسعيدة شكرا. بإحساسك وانتمائك لثقافتك وحضرتك. شكرا يا دكتور بلدنا بجد. عظيمة جدا وتستاهل كل خير. لكم مني أرق المنى ولمصر الحب كله. شكرا يا فندم. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، كنت أنا معكم نرمين عامر.